نعم، لكن دكتور محمد، تلقي مسجدين بشكل متزامن رسالتين متشابهتين بهذا الشكل، تحمل ألفاظا عنصرية وكراهية وتحمل بغضا كبيرا للمسلمين، ألا يعد هذا عملا منظما بشكل أو بآخر؟ من المبكر صدقا أن أقول أنه عمل منظم تقف وراءه جهة محددة ولها حضور، ولا شك في الموضوع أحيانا قد يكون مجموعة أو يكون عبارة عن تأثيرات وافدة من التيارات القومية اليمينية المتطرفة في أوروبا، هي لها وجود أيضا في بريطانيا هنا، لكن لا أستطيع أن أقول أنه عمل منظم بمعنى يعني تقف وراءه مؤسسات لها ثقل ولها حضور ولها حماية سياسية. طبعا هذا الكلام لا يعني على الأطلاق أنه لا توجد أو لا يوجد إسلاموفوبيا في المجتمع البريطاني، هنا يوجد لا شك في الموضوع. المجلس الإسلامي البريطاني أحصى عشرات الحالات التي تعبر وتنم عن ممارسة الإسلاموفوبيا والمعاداة للمسلمين في المجتمع البريطاني لأسباب مختلفة ممكن أن نتحدث عنها لاحقا في سياق هذه المقابلة، لكنها موجودة. والأغرب من ذلك أن بعض هذه النشاطات أتت على يد بعض سياسيين أو منتسبي إلى الأحزاب، لا سيما على سبيل المثال حزب المحافظين الحاكم، هو مضى على وجوده في السلطة هنا أكثر من عقد تقريبا، وهناك العشرات من أعضاء هذا الحزب المؤثر والقادر أو الحاكم حاليا في بريطانيا لديهم نزعة أو لنقل شبهة حول التعاطي مع ملف الإسلام والمجتمع المسلم في بريطانيا. والمجلس الإسلامي البريطاني رفع مذكرة أيام رئيس الحكومة بوريس جونسون تتحدث عن مثل هذه الحالات، وبالفعل عقدت لجنة تقصي للحقائق ومتابعة لها، وجمد عضوية أكثر من 20 شخص داخل هذا الحزب بهذه التهمة. بين الفينة والأخرى نسمع لبعض الأصوات التي هي يعني تثير الرعب والخشية من المسلمين الوافدين، لا سيما مع الضغط الهائل الذي تتعرض له بريطانيا عبر الهجرة غير الشرعية التي تصب في القناة الإنجليزي. في السنة الماضية على سبيل المثال أستاذ محمد، وصل إلى بريطانيا هنا أكثر من 50,000 مهاجر غير شرعي بحسب ما تصنفه السلطات البريطانية. لا شك أن أغلب هؤلاء إن لم يكن كلهم أتوا من بلاد إسلامية. هذا الكم الهائل الذي يفد إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية أحيانا يخدم بعض التوجهات المعادية للإسلام، فيبدأ هؤلاء بنشر وبث أفكار معادية للمجتمع المسلم وتصوير وكأن هناك غزو إسلامي لبريطانيا. لكن أقول أنه حتى اللحظة ولكي نكون منصفين، لا شيء يعكس حقيقة أن هناك سلطة ممنهجة تستعمل أو تستهدف المجتمع المسلم في بريطانيا. جميل. أكثر من ذلك أستاذ محمد، هذه الحكومة تحديدا والتي لديها مشاكل كثيرة، إلا أنها فيها أكثر من وزير من, 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 من أصل ومن خلفية مسلمة، وتعتبر حكومة المحافظين الأخيرة على سبيل المثال فيها أكثر من ناشط داخل هذه المؤسسة وداخل هذه الإدارات من خلفيات مسلمة، وهي تدافع أيضا عن المجتمع المسلم أيضا الموجود في بريطانيا هنا.